احنا بقى المفروض اللي احنا نعمله ان احنا دايما نوازن، نعمل بالانس بين كميه الباستا وكميه الصوص. يعني ما نخففش الصوص قوي، نخلي دايما الصوص مرتاح. فالصوص لما يرتاح يفضل على طول كريمي ما يبردش. في ناس على فكره بتحبش تاكل اكل سخن، وعايزاها في نفس الوقت كريمي او كده. وطبعا زي انا وبقيت عيلتي احنا بنخلص الاكل وهو بيطلع ايه دخان يعني. ياه. لازم سخن، مش سخن مولع. يا نهار ابيض، عندنا مشكله رهيبه في القصه دي. هنبص دلوقتي على الساند درايد توميتو. اوكي، ابص لك عليها لغايه لما تقلبي الباستا. لازم بس لما الباستا تنزل يعني قالت شويه، قامت شويه. يعني احنا ممكن نعلي دبلت عليها سنه كمان بقى عشان ايه كده اهو. اوكي. الاكله هي خدت مننا وقت شويه عن المعتاد او عن العادي، لان احنا بنشرح كل حاجه وبيجي لنا اسئله، لكن هي لكن العادي بجد هي من 10 to 15 minutes. بصي الباستا كريمي، لونها يجنن، مشروم شكله فظيع، مشروم شكله خطير طبعا. طب يلا نحطها ونقدمها. يلا بينا طبق الباستا. اوكي، لو عايزه تحطي هنا زي ما انت عايزه. انا حاسه ان المكان بس مش كبير قوي. هاتيها حطها على السفره. احنا هنحطها جنبها يعني. طيب. هنجارنش جنبها. اوكي. يلا عشان نلحق نعمل ده، محضرالنا سلطه ومحضرالنا مولتن كيك، يعني ايه يلا على طول مستنيين. اوكي، معلش بس عشان ايه ادواتك مش معاكي. انا فاهماكي، مش مطبخي يا جماعه، مش مطبخي والله. الواحد بيحس كده على طول في اي مطبخ ممكن يروحه مش بتاعه، مش عارف الحاجه فين. عايزه اقول لك ان انا لو عملت حاجه في مطبخ مش بتاعي ما بتطلعش اصلا. لا هتطلع زي الفل. هتطلع حلو. لا انا بتكلم لو معزومه مثلا. أيوة. في حته وده. طب يا فسان تعملي اللي انت عارفه بقى ايه الاستغلال ده. لا مش استغلال، بس اللي هو ايه يعني. واو. اوكي حلو. وبعدين نحط عليها شويه صوص. احنا الباستا دي ممكن نعملها بالشريمبس برضو. بتبقى حلوه قوي. هل في اي خطوه؟ سالمون تشانكس. السالمون تشانكس اللي هو السمك السامن بس بيبقى قطع تشانكس. ايوه هو الفيليه بس بتقطعيه. ممكن بس هو بيبقى تخين شويه. يعني هو بيبقى تخين شويه. احنا بقى ممكن نخلص دي خلاص. تمام. الله بسرعه جدا. اهي يا جماعه السان درايد توميتو اللي احنا طول الوقت ايه. الله شكلها يتجنن وريحتها تجنن خطيره. ايوه مسيبها بقى تهدى خالص ونزود. طيب. عليها. انا عايزه احط على السفره عشان نبدا في اللي بعده. هنعمل يلا ايه؟ يلا على طول. اوكي ممكن نحط التشيكن دي كده، او ممكن نقطعها عليها زي الالفريدو بالظبط. ممكن او مش زي لازم دلوقتي. انت عايزه تاني من عايزه كمان شويه تاني نزود الصوص شويه والمشروم. عايزاها تاني؟ لا مش دلوقتي خلاص انا تمام. وطبعا هرجع واقول لو في جبنه بارميجان او اي نوع جبنه يا جماعه وهيترش عليها بالظبط على الوش. ممكن أوكي. بقى نبدا ناخد. طيب. السان درايد توميتو كده. اوكي انا عايزه بقى تيشوز كده عشان ايه هودي على السفره. خلاص ايوه بس نحط بس السان درايد توميتو على الوش عشان ايه. وهحط اخر حاجه معلش حاجه اسمها ماكرو جرين. انا بحبها قوي. انا كمان انا بزرعه على فكره. كلنا بنزرعه. علشان انا مرة بحب هقول لكم بيتعمل ازاي. بس مفيش اسهل من كده في الدنيا. الجرينز عامه بتدي في الاخر شكل يجنن وبتخلي شكل حاجه لذيذ. تسلم ايديكي تسلم ايديكي. وادي الفيتوتشيني بالبينك صوص والجريل تشيكن في
في طبق واحد يعني وجبه متكامله. بالظبط كده. بسنت ممكن معلش تقولي لي الانجريدينتس او محتويات السلطه. اوكي. وهنخرج فاصل ونرجع نعمل. يلا.